سعر الذهب يغلق على انخفاض مع نهاية الأسبوع. أهلا بكم لهذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض فيها أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات، حيث شهد الدينار الليبي يوم أمس ارتفاع نوعا ما طفيف جدا مقارنة بالأيام الماضية، بداية بسعر الدولار والذي انخفض إلى 6 دنانير و390 درهم، في حين انخفض اليورو إلى 7 دنانير و800 درهم. أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفع إلى 8 دنانير و830 درهم، في حين حافظ الدينار التونسي على استقرار عند الدينارين و400 درهم. إذن لا يزال الوضع بالنسبة للدينار الليبي غير مستقر بشكل ملحوظ، وتغيرات طفيفة ما بين ارتفاع وانخفاض خلال تداولاته ليوم أمس. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة، بعدما شهد ارتفاع لعدة أيام متتالية خلال الأيام الماضية، انخفض يوم أمس بمعدل الدينارين إلى 3 دنانير عن سعر إغلاقه قبل يوم أمس. بداية بسعر الذهب عيار 24 الذي انخفض إلى 256 دينار للجرام الواحد. بالنسبة للذهب عيار 21 انخفض إلى 219 دينار. أما الذهب عيار 18 فقد انخفض إلى 192 دينار للجرام الواحد، في حين حافظت الفضة على استقرار عند الدينارين و350 درهم للجرام الواحد. بالانتقال إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام، هناك استقرار نسبي في معظم الأسعار ولم يطرأ عليها تغير ملحوظ. بداية بسعر كيلو الكسكس الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم، نصف كيلو المكرونة عند دينار و750 درهم، كيلو الأرز يستقر عند 3 دنانير و500 درهم، في حين يحافظ زيت الذرة على استقرار عند 3 دنانير و750 درهم للتر الواحد. بالانتقال إلى أسعار اللحوم، نلاحظ هنا استقرار كيلو الخروف عند 33 دينار، كيلو البقر يستقر عند 28 دينار، في حين انخفض سعر كيلو الإبل عند 27 دينار، والدجاج أيضا انخفض إلى أو أغلق على انخفاض عند 12 دينار للكيلو الواحد. بالانتقال إلى أسعار الخضروات، وهنا نشاهد استقرار في معظم الأسعار. بداية بكيلو البصل يستقر عند الدينارين، وكيلو البطاطا عند دينار واحد، والطماطم عند الدينارين أيضا، في حين يحافظ كيلو الخيار عند 5 دنانير للكيلو الواحد، وهو ارتفاع يعني يعتبر أغلق على ارتفاع. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات. إليكما محمد وألاء.